اليوم كنشكر الحاج عبد الواحد السلامي على الاستقبال اللي دار ليا في هذا الملعب ديال الكره ديال الرحال، وراني فرحان لان بعداك اول حاجه بعداك راه في الدرب، راه قريب الدرب فين جت دز في الدرب التازي تقريبا كاين 500 متر، وكنشوف الحباب ديال ولاد المدينه القديمه وكذلك الاصدقاء ديالي اللي كنعرف هذه السنين. كان معنا كريم سلطانه ومعنا الدراري اللي كنعرفهم تقريبا هذه السنين، وكنشكر الناس اللي دعموني والناس اللي حاضرين. وهذه الرحله شنو نقول لكم، هذه الرحله 7 شهور ديال الطريق ماشي سهله، ولكن حيت تفكرت فيها تقريبا هذه عامين وبغيت ندير على الطريق ديال بن بطوطه، واش نقول لكم تقريبا نسيت العذاب دابا ملي كملت نسيت، حيت عذاب الله عندنا واحد العقل كينسى داك الشيء الخايب، كيتفكر على الحاجه الزوينه، اما داك الشيء الخايب اللي وداك العذاب اللي تعذبته ملي كت تقريبا نسيته، غير ملي كنشوف التصاور بحال دابا كنشوف التصاور تقريبا عاد بقيت كنتفكر في داك الشيء اللي جرى ليا، ولكن الحمد لله اش نقول لك دابا بغيت نفرح ما بغيتش نتفكر في داك الشيء الخايب، فوالا وفي هذاك الشيء الواعر ما كاينش شي حاجه خايبه، هذاك الشيء الواعر في الجبال والثلج والعذاب شويه في الصحراء ولا طومبيت دو سابل والبرد في السلوفيني والكلاب ساكن، كاين شويه ديال الصعوبه، ولكن من في الاخر ملي وصلت وكملت هذاك ملي كملت الحلم ديالي صافي راه، ولكن شنو نتكلم عليه من بعد داكشي علاش. ماشي اليوم راه 204 ايام وانا تابع، الحمد لله هذه الرحله الثالثه اللي درناها مع الاخ كريم مصطفى، ما نقولش كوم سبونسور يكون كاخ لانه هو ولد دربنا ولد درب التازي اللي دار اللي عام في النيتوليس عام في مريزيكا دار العاب القوى جرى ماراثون الرمال، والحمد لله كان واحد النهار كنت انا في سلطنه عمان في ماراثون الصحراوي وتلاقيت معاه تما وهضرنا وقلت له انت راك ولد دربنا ولد درب التازي لانه هو خرج في 79 من الدار البيضاء، وقال لي راه درت العالم كامل بقى لي مكه بغيت نشوفها، قلت له نديروها ان شاء الله، قال لي نديرها على رجلي بزاف، قلت له ديرها بالبشكليطه الدراجه الهوائيه، وكانت هذيك انطلاقه الحمد لله دار هذيك الحج شعل الدراجه الهوائيه ودار الحج، من بعد دار امستردام داكار، وهذه المره دار رحله اطول اللي دامت 7 شهور وكثر من 15000 كيلومتر و204 ديال الايام اللي كنت كنتابعو صباح مساء باش كنعرف الاحوال ديالو، كان كيعطيني ديما الاحوال ديالو، فالشكر للسلطات المحليه السيد العامل على عمليه مقاطعه الدار البيضاء اللي كان استقبلوه في الذهب واستقبلوه قبل قليل، وكذلك جميع السفراء والقنصل ديال صاحب الجلاله في جميع الدول اللي مر منها، وخاصه الاستقبال الرائع اللي خصص ليه السفير صاحب الجلاله في بكين اللي كان في مستوى عالي، وكنشكر جميع المتتبعين والمشجعين اللي كانوا كيشجعوه وجعلوه يوصل بخير ويرجع بخير، والحمد لله شكرا الشكر الاول والاخير الله سبحانه وتعالى اللي وفقه باش ينجح في هذه المغامره اللي قليل اللي ينجح فيها. Bouzoubar, TCGC, la famille Sultana ou la tête, ce sont des quartiers, la famille Sultana qui m'ont sponsorisé. MTZS, le matin qui sont là, et surtout la Rotary, j'oublie pas, et je remercie Jimaïa, أخي العزيز والبطل الكبير السي كريم مصطى هو عضو شرفي في النادي ديالي، وانا لي عديم الشرف ان اعبره عن تقديرنا الكبير واعجابنا لما قام به من عمل عجيب وجميل ساهم في اشعاع المغرب على صعيد جميع الدول اللي زارها، وهذا انجاز كبير لانه قطع 15 دولة
في ظرف ما يقارب 8 اشهر، وهذا اعتراف، وهذا اعتراف لي وواجب الاعتراف، لانه قام بعمل جميل جدا وبانجاز رائع يشجع الشباب لانجاز مثل تلك العمل، وهذا افتخار للمغاربه كلهم باش يكون عندنا مواطن عنده هذه القدره وعنده هذه الشجاعه وعنده هذه الحنكه وعنده هذه العزيمه. وهذا اعتراف لي وشرف كبير لي ان اعبره عن امتناني وشرفي وتهاني الخالصه لما قام به من مجهود. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Je crois que c'est un très bel exemple de ce qu'il faut faire aujourd'hui, pratiquer le sport. C'est en tout cas le message qu'a voulu faire parler Karim Mosta tout au long de ce périple de Casablanca à Pékin. Et on ne peut que le saluer. À 69 ans, il nous a montré que tout est encore possible. C'est une question de volonté et partager ensemble des valeurs. Il a fait de très belles rencontres tout au long de ce voyage. Et c'est vraiment un trait d'union, Karim Mosta, entre deux peuples qui ne se connaissent pas forcément très bien. Le peuple chinois, le peuple marocain, mais qui partagent les mêmes valeurs entre tradition et modernité. جديد لو سيت تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوجة المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة.